مزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. أسبوع ذايا تونس سجلت زوز أرقام، فتنا 1100 وفاة، وسجلنا وفتنا 50,000 حالة مؤكدة. استغل هذه الفرصة باش نترحم على كل ضحايا الكوفيد، نعزوا عائلات. كمان استغل هذه الفرصة باش نترحم على كل مهني الصح ونعزوا عائلاتهم. ولهنا ما نجمو كان نشكروا إخواننا من المهنيين لتضافر جهودهم، تفهمهم والاستعدادهم، معناها وحماسهم في كل ما وفروه للمجابهة للخدمات في مجابهة كوفيد وفي تقديم الخدمات في الظروف اللي تعرفوها الكل. الرقم تاع 1000 وفاة ما هوش رقم معناها جانا هكايا، نحن توقعناه. 1000 وفاة في الفترة هذه هو رقم متوقع وأكدنا عليه، وقلنا كون باش نجمو نتجاوزوه يلزمنا ناخذوا احتياطاتنا وناخذوا مسؤوليات ونضعفوا من مجهودات كل في ميدان باحترام التدابير. ما نجم نقول في الفترة هذه كان الرقم راهو كبير، راهو يثبت كون توقعاتنا في ليبوتيز 3 كون المجهود اللي يلزمنا نعملوه ما تعملش. ونقول لهنا كون باش نواصلوا في التوجه هذا راهو باش يتضعف. فهذه فرصة باش ندعو كل نحن كوزارة ونحن كأعوان وكفرق باش نعملوا وقاعدين نعملوا في قصارى جهدنا لتحسين جاهزية القطاع الصحي العام والتنسيق مع القطاع الصحي الخاص لتقديم الخدمات اللازمة في الميدان هذا. وتو نرجع للإجراءات اللي خذيناها، قاعدين معناها النسق والتكليف وبالتعاون مع رئاسة الحكومة ومع الوزارات لتثبيت معناها المجهود التشاركي المتعدد الاختصاصات في جميع معناها القطاعات للمجابهة، كسوة تعليم أو تجارة أو صناعة أو نقل. قاعدين اجتماعاتنا مكثفة، توا ثم اجتماع لمزيد التنسيق. أما هذا الكل مش يبقى مرتبط بالمجهود وبالإمبليكاسيون متاع المواطن. فالدراسة اللي قمنا بها أخيرا نهار 23 أكتوبر أثبتت كون السلوكيات اللي فرحنا بها في أوائل أكتوبر كون التونسي حول ولا 40% منه يلبس ويساهم ويحترم القواعد. نهار 23 أكتوبر ما زدناش ولو حتى 1% ولا 5%. كاين هالإجراءات اللي قمنا بها على مستوى الحكومة وعلى مستوى الولايات لتجديد الإجراءات كأنها ما طبقتش. كاين هالحملات الإحساسية والتوعوية اللي قاعدين نقوموا بها ما عندهاش منفعة. 15 يوم من الحماس والجهد ليلا نهارا وما زلنا قعدنا في نفس الأرقام وفي نفس الحماس، وهذا يمثل خطر، وهذا يخلينا في الفرضية اللي كنت من أوائل سبتمبر عطاتنا توقع متاع 1100 في أواخر أكتوبر وتعطينا توقعات متاع أضعافها في أواخر نوفمبر وأواخر ديسمبر. فجاء الوقت اللي كل واحد منا، نحن في مستوى وزارة الصحة، نحن في مستوى الوزارات المتعفى أعلى معانا، نتحملوا مسؤولياتنا لتحسين الجاهزية
لتحسين ردة الفعل، لتحسين الخدمات، لتوسيع الخدمات. والمواطن وهذا معناها واجب مهني، أما واجب إنساني وأخلاقي. وندعو للمواطن اللي يحب أبوه واللي يحب عزيزه واللي يحب أخواته كونه يتحمل نفس الواجبات الإنسانية والأخلاقية. معناش باش نجمو نقاوموا الكوفيد بتعزيز القطاع الصحي. الكوفيد يتقاوم بتقليص عدد المصابين، وتقليص عدد المصابين وعدد الوفيات هذايا مجهود وطني ومسؤولية وطنية نتحملوها الكلنا اليد في اليد. هذه الدعوة اللي نحب نقولها لكم، وهذه فرصة باش نشكر 40% من التوانسة اللي التزم بلبس الكمامة واللي احترم وخاف على أمه وخاف على أبوه وخاف على جده وخاف على جده وقعد يخدم في تونس. تطبيق معناها المطلوب منه اللي هو الكمامة، التباعد النهاري والليلي وحتى العائلي وغسلان اليدين. هذا المنفذ الوحيد اللي باش يبعد تونس. فلهم الكل تحية، وندعو كل التوانسة معناها إن شاء الله 60% يولوا كيف. هذا هو المربش متاع الخلاص متاعنا ومتاع تونس، ومن خلاله هو متاع القطاع الصحة في العاجل، أما خاصة خلاص تونس على المستوى المتوسط والبعيد من ناحية التنمية ومن ناحية ظروف التشغيل والعمل والشباب. وهذه فرصة باش نقول للشباب اللي لاحظنا في الدراسة اللي قمنا بها في 8 أكتوبر ولا اليوم، كونه نسبة انصهاره في التفاعل مع واجبات حفظ الصحة ضعيف. نحب نقول له ما ثم حتى مجتمع يوصل يرفع تحدي بدون مساهمة الشباب. فنطلب منه باش يكون إيجابي، وهو عزيز على تونس وتونس عزيز عليه، وراه مستقبله هو اللي في اللعب. بعد هالكلمة فيما يخص الوضعية وفيما يخص التفاعل مع الواقع، الإجراءات اللي قائمة بها وزارة الصحة في تحسين جاهزية القطاع هي التالية. قاعدين ثبتنا في الأيام الأخيرة انصهار الخط الأمامي لبريمير ليني في مجابهة وفي الإحاطة بالمصابين والمرضى. هذا ما كانش واضح كما يلزم، ففعلنا كقطاع عمومي من خلالنا نحن الدوائر الصحية مع مجلس عماد الأطباء مع الخيان في اللي سانديكا مع الجمعيات العلمية للأطباء كيفاش، والمهنيين زادة مش الأطباء برك، كيفاش نقربوا الخدمات من المصابين. وبعثنا وحددنا البروتوكولات وحددنا منهجية التفاعل وبعثنا لهم، ونحن الأسبوع هذايا وباقيه باش نكثروا من اللقاءات والتفعيلات باش يولي عندنا خط أمامي فاعل يقدم الخدمات الأولية. في النطاق هذا ماشيين في 3 توجهات خاصة. كون اللي دوكسيجين قربوه للقرية، قربوه للمدينة، ما يبقاش يلوج عليه في الإيرجونس متاع شارنيكول متاع الرابطة ولا متاع مستير. وتعدينا من 100 فرش، اليوم عن 350 فرش على ذمة التوانسة، وإن شاء الله في 15 يوم في القطاع العمومي يولوا 1000 فرش. هذا كله قاعدين ننسقوا زادة مع القطاع العام
متى مع القطاع الخاص باش في لي كلينيك يخلونا ويوفروا قرابة 15% من الطاقات نتاعهم على أقل تقدير، ما يقارب 900 فرش أكسجين. وقاعدين نحن نحطوا في المعدات الجاهزية، ما هيش كما تمنيناها في الفترة هذه، أما إن شاء الله بالمسهود المتكاثف نتوصلوا لها في أقرب الأوقات. في نطاق الخدمات عن قرب إن شاء الله توا محسوب ولا من المتأكد كون من هنا ل 15 يوم باش نحسنوا الخدمات لي سيرفيس دو بروكسيميتي، معناها في وسط المنزل، باش نمكنوا المواطنين من ارقام تاع هاتف. قاعدين نحطوا فيها ميكانيزم تاع تيلي كونسي وتيلي كونسلتاسيون، معناها الواحد المريض باش يولي فضل تطوع نتاع المهنيين نتاع القطاع العام والقطاع الخاص وخاصة الأطباء، يولي ينجم ياخذ المعلومة الطبية وينجم ياخذ النصيحة الطبية وحتى البريسكريبسيون ميديكال. وقاعدين حتى الجانب التقني تم، الجانب القانوني على خاطر ثم إشكاليات قانونية كيفاش تعمل كونسلتاسيون أديستونس، قاعدين ماشيين فيه وبقدرة ربي يتم في الأيام القادمة. في القطاع في نفس الشيء قاعدين نحلوا في اون ليني فيرت، قولوا لي نهار الاثنين تتحل بور لو سوتيان بسيكولوجيك اي دي بروفيسيونيل اي دي سيتويان، وان شاء الله نتوصلوا معناها التفعيل هالخدمات. نحن ما نحبوش نقولوا رانا باش نعمل، نحبوا نقولوا رانا قاعدين نعمل، وان شاء الله معناها ربي وفقنا باش ننزلوا هالحديث هذا هالخدمات اللي كنت نقدم فيها في المواعيد المحدده اللي ما يلزمهاش في كل الظروف تفوت 15 سنة. ونشكر كل من ساهم في هذا الانجاز وكل من تطوع مسبقا في تنفيذه وفي وضع نفسه في خدمه التونسي مجانيا. الخط الثاني اللي نخدموا عليه هو تجهيز المستشفيات الجهوية والجامعية. كي نشوفوا الإنجازات بالنسبة للأهداف اللي حققناها، كون 200 فرش اللي وعدنا بهم ل 30 أكتوبر اليوم سونت أوبيراسيونيل موجودين، كون 1300 فرش نتاع الأكسجين اليوم موجودين. ثم إشكالية ملاحظة، عندنا 200 فرش، كي نشوفوا الارقام في التابلو نلقاو كون 160 ولا 170 فرش موجود و30 فرش مش موجود، معناها مازال فارغ. اما لكن في الواقع توزيع هذايا هو بمن توزيع على الجمهوريه ما يعطيناش فكره واضحه على المناطق السوداء اللي هي خاصه لغران تونس، وقاعدين نكثفوا في مجهوداتنا تسخير الأقسام ومكننا من إنجاز خطوة. أما بخلاف تسخير الأقسام قعدنا توا نخدموا على ترشيد الإمكانيات وحطينا جميع الإمكانيات البشرية والتجهيزات والجميع الموارد تاع المستشفى، ما عادش كل في كل سيرفيس، لا حطيناها في نقطة تتمثل في السيد مدير مؤسسة، السيد رئيس المجلس الطبي، والسيد رئيس مسيو كوفيد ولا مدام كوفيد في المؤسسة. هالثلاثة هذايا هو ولا يتصرف في جميع الموارد متاع المؤسسة البشرية مهما تكون اختصاصاتها ومهما تكون الرتبة متاعها، من العامل إلى الأستاذ الجامعي، من الإداري إلى التقني. هكاكا باش هما ينجموا يحينوا تجاوب مع الطلبات اللي تتضح. المجهود هذا ما مكناش من الاستجابة الفعلية للحاجيات متاع التوانسة، بيان كو ثم ظواهر ما نفهموهاش نحن ويلزمها تدقيق وبحث. علاش مثلا كي ناخذ زوز نبقى ديما في تونس، علاش في الليرجونس ما بين الليرجونس تاع الرابطة وتاع شارنيكول شيء بعيد على بعض؟ في شارنيكول عندنا 18 وفي الرابطة نهارين ثلاثة عندنا 40. فالأمور هذه والوضعيات هذه
تقول كون ثم إمكانيات متاع تحسين، تقول كون ثم إمكانيات متاع ترشيد أنجح، ونحن ندرس فيها يوميا، وإن شاء الله ربي وفقنا باش نوفر للتونسي العلاج اللي يستناه من القطاع متاعه ومن دولته ومن أمه. هذا الباب الثاني. ثم قاعدين نخدموا في ناحية التواصل وفي ناحية التجهيز لما بعد هالفترة هذه، وحددنا حاجيات الوزارة فيما يخص لي رياكتيف لي زيكيبمون لي بزوان تاعنا من جميع ما من هنا المارس، وبتعليمات من رئيس الحكومة حتحط ميكانيزم، وإن شاء الله ثم إجراءات بركش تصدر اليوم ولا غدوة في نطاق هذا، تحط ميكانيزم دو جيستيون اكسيبسيونيل دي مارشي pour une meilleure gestion de la crise. معناها ما عادش باش نولوا نشريوا قطاع او حاجياتنا عن طريق المارشي بيبليك، البروسيدور تاع المارشي بيبليك. الامور باش تتبدل باش هكاك نسرعوا في الاقتناء ونستجيبوا للحاجات المستعجله في اقرب وقت. ولا هذا ما اهم لي زورونتاسيون تاعنا، ومازالنا نحاولوا على حسب لي كونستان تاعنا كوتيديان، على حسب لي روتور دانفورماسيون اللي يجيونا من المستشفيات، نفعلوا في الجاهزيه في احسن الظروف، مع التاكيد كون ما نجمو نعملوا حاجه الا بالتنسيق الاجدى ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. مره اخرى بارك الله في الجميع من مهنيين قطاعين. شكرا، وانا على ذمتكم. ثلاثة اسئله. هما ثلاثة أسئلة يا مدام، هما ثلاثة أسئلة، عندي ثلاثة، خلي بقى الغير. باش ناخذ وجيه وواحدة أو كهو، تفضل سي وجيه. سي فيصل تو أنت ذكرت في المداخلة نتاعك أنه في شهر نوفمبر الوضعية باش تكون أكثر. ومتوقعين أنه يعني الأعداد اللي صابت اللي فاتت باش تتصور يعني باش تتطور، كيفاش نستناو يعني الإجراءات اللي باش ناخذوها وقتاش يعني باش يتم اتخاذ إجراءات زعما خاصة أنه يعني أغلبية الشعب التونسي باين اللي ما عندوش وعي يعني فماش حتى التزام بالإجراءات الوقائية حتى. تفضل سمي مدام دانيال. الوفيات حسب العمر وحسب الجنس والمعطيات تو الاستاذه نيسان بن علي. مرحبا. دونك فيما يخص الحظر الشامل نبدا به، هذا ماهوش في توجهات على خاطر نحن في نطاق معناها تطبيق سياسات الصحه العموميه نتاع السونتي بيبليك، نهتموا دو بول، نهتموا بالمشكل الصحي المرض اللي هو الكوفيد، ونهتموا بلي ديتيرمينون دو لا سونتي، شو يسموهم بالعربي؟ مؤشرات صحية. لا مش مؤشرات، معناها الحاجات اللي هي تتحكم في الصحة، فالصحة مش معناها أنا نوفر لك الخدمة، أما الصحة كوني نوفر لك التعليم، ونوفر لك الثقافة، ونوفر لك المسكن اللايق، ونوفر لك الخدمة، ونوفر لك الماء، ونوفر لك الضوء، هذا ما اللي يسموهم اللي احنا اللي ديتيرمينون سوسيو سانيتير. يلزمني نتفاعل مع الصحة ونتفاعل معاهم بطريقة موازية. فالحظر الشامل شنو يعمل لي؟
من ناحية الصحية يعطيني نتحكم برشا في الوفيات الحالية، أما يضعف القدراتي على المستوى المتوسط والبعيد في التحكم في اللي ديتيرمينون دو لا سونتي، اللي هو اللي بتاعها باش تكثر، التعليم ما ثماش، الماء والنظافة شوف ثم ولا ما ثماش، وهذا ما الكل اللي على مستوى قريب وفي أغلب الحالات متوسط باش تكون عندهم انعكاسات سلبية على الصحة أكثر من الكوفيد. فالتوجه نتاع السياسات هو كيفاش نلقاو الموازية للديسيزيون القرارات اللي توازي ما بين زوز حاجيات، نقص أكثر ما يمكن الإصابات وأكثر ما يمكن من الوفيات، وكل وفاة عزيزة رأي ماناش نعملوا في حاجات، ماناش نضحيوا بالعباد على حساب الاقتصاد، لا، أما قاعدين نضحيوا على حسب إمكانياتنا، نحاولوا نوازيوا ما بين حاجيات المواطن في الصحة في موجبات كوفيد وحاجيات المواطن في مقومات اللي باش تمكنوا يجابه الكوفيد ويجابه مرض السكر ويجابه غرض الدم والسرطان، وتمكنوا باش يقري ولده، وتمكنوا باش يوكل عائلته ويجهز وتخليله خاصة نسبة الأمل في الحياة لأنه بياناته مرتفعة. هذا هو دونك شامل لي الحجر الصحي الموجه وقتاش باش ناخذوا القرارات بعد ساعات. نجم نعلمكم مش الحجر الصحي الموجه، جملة القرارات بعد ساعات اليوم على إثر الاجتماع نتاع رئاسة الحكومة البارح اتفقنا كون نحدد نوعية الخيارات اللي اقترحها المجلس العلمي على أساس كون لي ديسيجن سيونتيفيك ما ناخذوهاش كما هي، يلزمها تكون سيفري كونها هو قرار مبني على العلم، أما ثم دو كونديسيون إيسونسييل يلزمها تتوفر باش القرار هذاك يكون نافذ. أولا يكون أكسبتابل قابلين الناس الكل مواطنين وحكومة وكذا، وثانيا عندي الإمكانيات باش ننفذ. ناخذ لك مثال، غدوة يجي الفاكسان، أي القرار العلمي يلزمنا كلنا نلقح، هذايا يندرى عنا الإمكانيات باش نشريو الفاكسان ل 11 مليون ولا لا، ولا باش نشريو ل 10 ملايين، ولا باش نشريو المليون، ولا باش نشريو للكبار ولا للصغار. دونك في القرار العلمي ماهواش هو مجعول باش يرشد أصحاب القرار الفعلي في التوجهات، مش باش يفرض عليهم توجهات، على خاطر ساعات القرار العلمي لا عندنا طاقات باش نعملوهم لا إمكانيات. اليوم لو كان تونس عندها الإمكانيات باش تبني وباش تحط 100 سرير مادية، ما عندهاش الإمكانيات البشرية باش تخدم 10 سرير زي دي. فالقرار العلمي اللي يقول يلزمك تحط الأسرة يجابه من الناحية الأخرى فعليا عنديش الظروف الكافية في البلاد باش السرة بعد ما نحطهم نخدمهم ويفيدوا التوانسة. هذه الحاجة. فبالنسبة للخلاصة اللي خرج بها السيد رئيس الحكومة البارح كون كنا نجموا نعملوا خير، هو كون نحن وقت اللي حكينا مع رئاسة الحكومة وحكينا حتى في مع الخيان الوزراء وحتى مع برشا أطراف من الداخل في الصحة في على مستوى الوزارة وخارج الوزارة، حطينا رواحنا في ثلاثة فرضيات. الفرضية الأولى من سبتمبر وقاعدين نحينوا في المعطيات متاعنا. الفرضية الأولى كون التوانسة نسبة التفاعل متاعهم مع لي ريكومونداسيون دو بريفونسيون هي ضعيفة. نحن نقولوا له البس ماسك، نحن نقولوا تباعد جسدي، اغسل يديك، احترم التوقيت، نقص من الخرجة والدخلة، حطيناها كونها ما تتغيرش برشا بالنسبة للأسبوع الأول متاع سبتمبر متاع أواخر أوت، والأرقام كانت مرعبة. الفرضية الثانية كون التوانسة 50-60% منهم يتفاعل إيجابيا، والفرضية الثالثة كون
80% من التوانسة، وأنا برشا مرات قلت لكم كان تعملوا 70% ترتحونا من 70% من المشاكل. فرضية الثالثة كون 80% من التوانسة يستعملوا البانيي، تو بعداش بالك سي الأستاذ بن علي ولا سي الهاشم يحكيوا عليه، لو بانيي توتال. نغسل يديا، نبعد في الكار نلبس، كيما باش ندخل الكارفور نبدا لابس، في وقت اللي ندخل المارشي سنترال نبدا لابس. علاش في كارفور نطبق في مارشي سنترال ما نطبقش كتونسي؟ علاش في الحفصية ننسى روحي كوني تونسي؟ وسامحني نبقوا في أمس لما مدينة تونس، سامح حتى في باجة وجندوبة كيف كيف. دونك الشيء كان بعيد على بعضه برشا من ناحية، فنحن المعطيات اللي عندنا اليوم، سيد رئيس الحكومة قال كنا نجموا أفضل على خاطر نحن في الدوزيام إيبوتيز. لو كان تحمسنا، لو كان أدينا واجبنا الاجتماعي والإنساني والأخلاقي، رانا كنا في الفرضية الأولى، ورانا كنا اليوم في 400 وفاة مش 1000 وفاة، 1100. بالنسبة للأسرة والإنعاش، المعطيات والتوجهات اللي خذيناها، كون تونس في الفترة هذه باش تعايش مع الكوفيد، معناها باش تكمل تاخذ منه موقف كل طاقاتنا نقاوموه، أما ماناش باش ننساو لي زوتر بروبليم دو سونتي، لي زوتر باسيون دو سونتي، اللي مريض بالسكر، واللي مريض بالكونسير، والمرأة اللي باش تولد، واللي باش يعمل الدياليز، والكل يلزمنا نخصصولو الخدمات. فقلنا في أقصى الحالات نخصوا 40% من طاقاتنا للمرضى الكوفيد. في نطاق هذايا نحن عندنا 450 فرش، خصصنا قلنا 200 فرش نتاع ريانيماسيون وخلطنا له، وتوا باش نزيدوه وباش نضيفوا عليه ريانيماسيون في البريفي، وقاعدين نحكيو في سبل التفاعل مع البريفي. دونك حاجيات تونس اليوم 600 فرش ريانيماسيون مش موجودين. أما نحن عندنا اون اوبليغاسيون دو مويان، هذا اخلاقيا قطاع الصحه ما عندوش اوبليغاسيون دو ريزولتا، عنده اون اوبليغاسيون دو مويان. نو فورون تو بور اتر على اوتور دو سيت اوبليغاسيون اي بور اسوري نوتر دوفوار فيزافي دي تونيزيان. بارك الله فيك. بالنسبه لتحيين الحالات المسجله الى حدود البارح، وهي المتعلقة بالحالات اللي تم إبلاغنا عنها يومي 25 و26 أكتوبر، بلغنا العدد الجملي للحالات بلغ 54278 حالة. تم تسجيل في اليومين هذا 25 و26 2125 حالة من جملة 5968 تحليل، بمعدل 35.6%. بالنسبة للعدد الجملي للوفيات اللي تم الإبلاغ عنها منذ شهر فيفري إلى 26 أكتوبر على الساعة 8 مساء بلغ 1153 حالة وفاة، نحبوا احنا نترحموا عليهم الكل. وبالنسبة لعدد الوفيات اللي تم الإبلاغ عنها يومي 25 و26 أكتوبر 52، وهناك 117 حالة وفاة تم إبلاغنا عنها بصفة معناتها رجعية، وهي تم تسجيلها في فترة سابقة، لكن التحاليل المخبرية جاتنا بعد الوفاة وبعد عملية التقصي اللي قمنا بها في المصحات وفي المستشفيات. بالنسبة للوفيات اللي صارت، احنا لقينا فما عدد من الوفيات اللي هما تحاليلهم جاوا من بعد، وذلك علاش قمنا بعملية التحيين هذه. واليوم تلقاو رسم تبييني فيه الحالات هذه موزعة حسب الزمن وحسب التاريخ نتاع الوفاة هذايا. إذن كيفاش نجم نصنف الوضع الوبائي؟ الوضع الوبائي هو حاليا خطير جدا، لأنه ما زلنا نشاهده في تصاعد لعدد الحالات، وكذلك تصاعد لعدد الوفيات، وكذلك تصاعد لعدد الحالات اللي تستوجب إيواءها بالمستشفيات. سيد المدير العام للصحة أعطاكم خطة وزارة الصحة للتكفل بالمرضى هذا من الاستعدادات اللي قاعدة تعمل فيهم باش تجم تجابه
هل العدد هذا الكبير، لكن أنا نحب نرجع ونأكد على ضرورة تطبيق واحترام الإجراءات الوقائية الوحيدة هي الكفيلة باش تحد من انتشار الفيروس هذايا، واحترام جميع الإجراءات التي تم اتخاذها والإجراءات التي سيتم اتخاذها حتى نخلط باش نحدوا من الانتشار متاع الفيروس هذايا، وحتى إن ما نخليوش كذلك العواقب متاع الفيروس هذايا معناتها تكون على الوفيات وعلى الحالات الخطرة وعلى القطاع الصحة وعلى القطاعات الأخرى. بالنسبة للإصابات اللي عادت مرضت، احنا في تونس إلى حد الآن ما سجلناش معناتها حالات في الوضعية هيك، لكن على المستوى العالمي هناك بعض منشورات علمية اللي هم فما عدد قليل وقليل جدا. احنا نعرف اللي على المستوى العالمي العدد الكبير من الحالات اللي تم تسجيلها، وفي المنشورات العلمية هذه فما عدد قليل ما يفوتش حتى 20 حالة. احنا هذايا يمكن بروفيسور هاشم الوزير يزيد يعطيكم اكثر معطيات عليه، لكن ماهوش ان فينومين اللي هو نجمو نقفوا عليه وباش نحكيوا عليه، سي ان فينومين كي تري غار بوغ لو مومون حسب المعطيات اللي عندنا. كما تعرفوا البلدان اللي عرفت الموجه الاولى على غرار البلدان الاوروبيه قاعدين يشهدوا حاليا في موجه ثانيه، واكيد باش يكونوا منشورات علميه حول الوضع هذايا وحول افتراضيه انه هناك اشخاص يصابوا مره ثانيه بالمرض هذايا، وحنا قاعدين نتبعوا في المنشورات هذه الكل. فما اشخاص عمرهم تحت ال 20 سنه واللي هما كلهم معناتها دراستهم عندنا شكون عمره 19 16 17 و10 سنين. قداش جاوا هذا؟ اربع. دونك اربع حالات. اذا بالنسبه للاشخاص هذم الكل فما ثلاثه اللي هما العشرة 16 و17 عندهم امراض معناتها مزمنه يتبعوا عليها في المستشفيات، ومعناتها واحنا نحبوا نترحموا عليهم زاده والكل. كما قلنا احنا الفيروس هذايا يجب يخص الاشخاص اللي هما اكثر عرضه للحالات الخطيره. شكونهم اللي عندهم امراض مزمنه كما قلنا اللي هما كبار في العمر، وحتى اللي عندهم امراض مزمنه كيبدا شخص هو معناتها جينيتيكمون زاده عنده ام بريديسبوزيشن جينيتيك يجب يتعرض للحالات الخطره. احنا قاعدين نتبعوا كذلك في الدراسات حول تقييم المخاطر بالنسبه للوفيات، وهناك عدد معطيات اللي تويكا هو معناتها واضح واللي لقيناه في عده ابحاث علميه وحتى في تونس انه اغلبيه حالات الوفيات هي نشاهدوها عند الاشخاص اللي هما كبار في السن، والا عندهم امراض مزمنه، والا فما اشخاص زاده اللي هما ما يدخلوش في الفئتين هذم، فما شكون عندهم ان بريديسبوزيشن جينيتيك وقاعدين ندرسوا فيهم. هذاك علاش بالنسبه لينا الفيروس هذايا هو فيروس خطير. عدد الوفيات اللي تم تسجيلها فما ان اكسي دو مورتاليتي العباد الكل الى ايتي دوكيمونتي، خاصه في البلدان اللي عرفت الموجه الاولى، وفما عده ابحاث نشرت على الاكسي دو مورتاليتي لي للكوفيد. هذايا سي تان في هذا الفيروس هو فيروس خطير. هذاك علاش يلزمنا باش نحدوا من الحالات الخطره ونحدوا من الوفيات نتخذوا الاجراءات الوقائيه ونطبقوا جميع الاجراءات التي تم اتخاذها والتي سيتم اتخاذها في وسيتم الاعلان عنها في الايام المقبله. انا نحب نوريكم لو كونتراست. احنا توا اغلبيه الحالات المسجله هي تم تسجيلها في الفئات العمريه بين 35 و 55 سنه. كان ناخذوا معناتها وتم نشرها في على موقع وزارة الصحة فيهم الأكثر. فما أكثر أن لاحظنا معناتها النساء أكثر شوية من الرجال. بالنسبة للحالات الوفيات عندنا إيفوليسيون تمشي وتزيد من الفئات العمرية 35 وإحنا ماشيين لو ريسكو دو ديسي يمشي ويزيد. هذاك علاش قلنا راهو أكثر الوفيات مرتبطة بالشرائح العمرية الكبيرة. بالنسبة للحالات اللي تم تسجيلها، عندنا حالات تم تسجيلها من بين اللي عمرهم أقل من 20 سنة، وعندنا كذلك حالات تم تسجيلها من بين اللي هما فوق 65 سنة.
الفئتين هذم ما عناش فيهم العدد نتاعهم اقل من الفئات الاخرى اللي هما يمثلوا الاغلبيه الكبيره نتاع الحالات اللي تم تسجيلها، وهذا مرتبط بانها اكثر فئه اللي هي تتحرك وتخرج ويحضروا في الحفلات والسهرات والتجمعات والاسواق والكل، وذاك علاش ديما نقولوا راهو العدوى تصير خاصه في اماكن التجمهر، فين فما برشا عباد يبداو مع بعضهم وما يلتزموش بالاجراءات الوقائيه. هذه الفئه لا بوبولاسيون اكتيف اللي هي تخرج وتدور والكل هي اكثر وحده معرضه للحالات. وكيف نشوفوا اناهم اكثر وقود اللي هما سجلنا عندهم الوفيات نلقاو اللي خاصه فوق ال 65 سنه، لكن هذا ما يمنعش راهم حتى الاخرين اذا كان احنا وتدو بينتخاسيون تاع الفيروس هذا، اذا كان تكون عنده امراض مزمنه هو صغير والا تكون عنده اون بريديسبوزيسيون جينيتيك يجب زاده نشوفوا عنده حاله خطيره. هذاك علاش نرجعوا ونأكدوا على ضروره الاحترام الاجراءات الوقائيه من العباد الكل، كلنا معنيين بتطبيق الاجراءات الوقائيه. احنا حتى اذا كان ما نعملوش حالات خطره خطرنا في فئة عمرية صغيرة، لكن نجم احنا ننقلوا الفيروس هذايا لعائلاتنا، نجم ننقلوه لعباد عندهم امراض مزمنة، لعباد كبار. هذيك علاش بكلنا مع بعضنا يلزمنا نتحدوا ضد الفيروس هذايا.